بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. ثم أما بعد، هذه المسألة الخطيرة التي تدق بعنف قلب ووجدان وعقل كل أب وأم وأسرة هي مسألة تربية الأولاد. والحقيقة عندما أقرأ سورة هود وأسمع ذلك الحوار بين النبي الصالح الصابر نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين ولده المنغمس في حمأة الرذيلة والكفر، والنبي ينادي على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فانظر إلى هاتين المعيتين، معية النبي ومعية المكذب الدعي. النبي يعلم أن وجه الأرض سيتغير بعد لحظات، وربه سبحانه وتعالى وعده أن ينجيه وأن ينجي من ركب معه في الفلك، ثم بعد ذلك سيجعل الأرض يبابا خرابا. تصور أن ذلك النبي يعلم ذلك وينادي على ولده ويقول له بإشفاق وخوف ووجل والتياع، والتياع، وعليكم أن تبحثوا عن معنى كلمة الالتياع، فيها شدة الشوق مع شدة الحرص مع عظم الخوف مع عظم الرجاء، فيها معان عظيمة جدا. يقول له: يا بني، وكلمة يا تدل على أن الولد يبتعد عن أبيه، أن الولد يبتعد عن أبيه، ليس الولد بالقريب من أبيه، كأن النبي يجتهد في دعائه والابن يجتهد في الابتعاد عن أبيه. إنها مسألة عظيمة جدا على قلب كل أب، أن الأب يريد لولده الخير وينادي على ولده أن يكون من أهل الخير، فيأبى الولد إلا أن يكون مع أهل الشر. يا بني اركب معنا، اركب معنا. إذن هذا أمر، ولا تكن هذا نهي مع الكافرين. قضية عادلة جدا. أب ينادي على ولده، يدعوه إلى النجاح، يدعوه إلى الفلاح، يدعوه إلى الفوز، يدعوه إلى حياة أكثر نعيما وأكثر نفعا وأكثر خيرا. كيف يكون رد الولد؟ كيف يكون رد الولد؟ لم يقل له: يا أبتي، لم يقل له: يا أبتي. الوالد يخاطب ولده: يا بني. فمن مقتضى الأدب أن يقول الولد: يا أبتي. ولكنه ولد غير مؤدب، عاق، غير بار بوالده، غير مطيع لتوجيهات والده. فانظر إلى عقوقه وتجرئه، وانظر إلى فساده ومعصيته، فيقول له: ولكن الابن يقول له: سآوي، سآوي. إذن ينظر إلى الجبل وينظر إلى علوه ويقول له: سآوي.
إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لا زال الوالد متعلقا بطاعة ولده له في هذه اللحظة الحاسمة، لأن بعدها سيكون الطوفان الذي ليس بعده نجاة. فيقول الوالد، ولك أن تتصور كيف يقول الوالد هذه الجملة: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولكن الولد يشد في الجبل ظنا أن الجبل مانعه، وعند ذلك قال سبحانه: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وانظر إلى الأدوات التي أفادت السرعة، وهي أداة الفاء، فحال فكان من المغرقين. إذا الأمر لم يستغرق وقتا طويلا، ولكنها السرعة. إنه ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يكون فإنه يقول له كن فيكون بأمره سبحانه. أظن أن كل واحد منا له ولد، لو كان ولده في هذا المقام سيعتصر قلبه حزنا على ولده. ولذلك نادى نوح ربه بعد هذا كله، بعد أن صار الولد من المغرقين الهالكين، بعد أن اختار طريق الشيطان والغواية على طريق الرحمن والهداية. قال نوح لربه مخاطبا: إنه من أهلي. فقاله ربه سبحانه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أظن أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقصر أبدا في تربية ولده، ولا قصر؟ لم يقصر أبدا في تربية ولده. وهذا يدلك على أن الإنسان يمكن أن يبلغ من الأسباب المادية المنتهى، يعني يمكن أن يأتي بكل أسباب الإصلاح التي بها يستقيم الولد، ولكن لا يريد الله تعالى لهذا الولد الهداية. وقد نجد العكس، أن الوالدة رأس من رؤوس الكفر، وأن الولد رأس من رؤوس الصلاح والهداية. آزر وولده إبراهيم، فكان آزر كافرا يصنع التماثيل لتعبد من دون الله، وكان ولده إبراهيم عابدا موحدا أمة بمفرده. فانظر إلى هذين المثالين لتعلم أن الله تعالى هو الذي يوفق العبد إلى طريقه، وأن العبد مهما بلغ من أسباب التأثير والإصلاح فإن الله تعالى لا يحدث الخير إلا بأمره هو. وبالتالي عندما نتكلم عن أسباب إصلاح الأولاد وتربيتهم فنحن نتكلم عن الأسباب المادية، عن الأسباب المادية التي يمكن أن نفعلها، ولكن هذا لا يغني من الأمر فتيلا، فإن الله تعالى هو الذي يأمر الأمر ليكون فيكون. هناك ثلاثة أمور، ثلاثة